أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الكحل نجس؟ ها؟ يقول: هل الكحل نجس؟ كحل؟ نعم. إيش نجس؟ كحل له نجس ما استعمل في العيون، هو من المواد الطاهرة، إلا إذا أصابته نجاسة صار متنجسا، ما يقال نجس، يقال متنجس، هذا كحل متنجس، وإلا أجزاء الأرض الأصل فيها الطهارة إلا إذا أصابته نجاسة. نعم.